السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا دلوقتي انثى البادجي العصفورة البيضة ديت بتاكل في عقد الفشار اللي انا عامله. عقد الفشار ده معمول ازاي؟ بجيب فتلة وابرة والضمها وادخل الابرة في كل فشارة لحد ما اعمل عقد الفشار، وهي الابرة بتدخل بكل سهولة في الفشارة، واحط كذا فشارة ويبقى عندي عقد الفشار. فانثى البادجي مسيطرة وهي اللي بتاكل، والذكر يا عيني عاوز يجي ياكل مش عارف وبتضربه. وعلق عقد الفشار بخيطة. فالملاحظ ان عصافير البادجي بيحبوا ياكلوا الفشار، ما بترضاش، هي بتحب تاكل لوحدها، مع ان في اوقات بيبقى فيه غزل كده وحب وهيام، لكن هي ساعة الاكل بقى لأ، ما تجيش، ما تخلوش ياكل الا وهي اما تكون شبعانة. الحقيقة انا اكتشفت ان عصافير البادجي بيحبوا جدا الفشار، بتضربه اهي مش بتسمح له انه ياكل، لكن هو بقى بيحب الفشار هو كمان، ومن حقه ياكل بصراحة. وعلى فكرة كده لما يقعدوا ينقروا في الفشار وفي فشار بيقع في الارض بياكلوه بعد كده. هو لف بقى الناحية التانية بقى بيعمل حاوي علشان يوصل للفشار اللذيذ، لكن هي مش ممكناه ابدا، عايزه تاكل لوحدها. الانثى اللي هي البيضه ديت مسيطره وهي اللي بتاكل، وهو لف الناحيه التانيه عشان ياكل. يا ترى بقى هتسيبه ياكل ولا لا؟ ممنوع. بياكلوا ما شاء الله بنهم. وذكر البادجي يعني غلبان مسكين طيب، لكن هي انثى البادجي شرسه، لكن واضح جدا انهم بيحبوا الفشار. يا رب انسى البادجي تسيبه ياكل، مفيش فايدة، بتضربه برضو، هي عايزة تاكل لوحدها. وكتير من الناس ما كانوش يعرفوا ان عصافير البادجي بيحبوا الفشار زي ما احنا شايفين بيحبوه جدا. يجرى ايه؟ يجرى ايه يا ست انتي لما تسيبيه ياكل معاكي؟ ما الاكل كتير، ايه المشكلة؟ هو بياكل اهو، ربنا يستر وتسيبه، بتمسح من قرها في السيخ ورجعت تاكل تاني، وهو واقف عيني غلبان، هي مش ممكناه، هي بتضربه اهي. هي اللي عايزه تاكل لوحدها، مفيش فايده فيها، شرسه جدا، وهو غلبان يا عيني مش عارف يسلك معاها. يلا بقى ربنا يعينه. وفي نهايه الفيديو شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.